السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أريد أن من خلالكم أن أعبر عن خالص شكري لكل سكان ولاية برج بارينج على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. هذه الولاية المعروفة بالتزامها سواء خلال الثورة التحريرية أو غداة الاستقلال. اليوم نشاطنا هذا يأتي غداة انتخابي كمرشح للحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا النشاط يأتي لاستعراض كافة القضايا المتعلقة بالوضعية السياسية الوطنية وتلك التي لها صلة مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وأيضا لشرح أهداف مشاركتنا للمناضلين والتشارك بها مع الجزائريات والجزائريين. هذه محطة أولى إن شاء الله سوف تفتح لنا فرص أخرى للتعبير بصفة بأكثر دقة عن برنامجنا الانتخابي وبرنامجنا الرئاسي إن شاء الله. اليوم يعني شرحنا أهدافنا للمشاركة في هذه الانتخابات، والتي تستجيب لثلاث متطلبات أساسية متعلقة بالوطن ووحدته والدفاع عن كل مقوماته، خاصة ونحن نعيش في ظرف إقليمي ودولي عالي المخاطر، وأيضا بغيتنا للمساهمة في إعادة الاعتبار للعمل السياسي البناء، العمل السياسي الصادق والخطاب السياسي الذي يهدف لتكريس قيم الحرية، قيم الديمقراطية، وقيم حقوق الإنسان. بطبيعة الحال هذه المشاركة لديها أهداف متصلة بالحزب وأهداف أيضا سياسية واستراتيجية. نحن نفضل أن نتكلم أكثر عن مشاركة سياسية واستراتيجية لما يدور حولنا من تحديات ولما تفرض نفسها علينا الوضعية الإقليمية والوضعية الدولية. حزب الأفافاس حزب ملتزم، حزب رغم معارضة البناء إلا أنه دائما يلبي نداء الوطن والدفاع عن القضايا الوطنية والقضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الجزائريات والجزائريين. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.